متواصلة ليأتي شوط آخر من أشواط هذا المساء، ولكن أستأذنكم بالتهني والناموس لمحمد وسلطان بن مرخان على فوز شان بكأس الحجاج هناك بالسلطنة وبمهرجان البشاير. سلام بسلطان سلام. التواصل يستمر إذن مشاهدينا الكرام في كل مكان، تحديات هذا المساء، وها هي انطلاقة شوط من أشواط الإنتاج والمنتجين. على بركة الله نذهب بحضراتكم إلى ناموس هذا الشوط، إلى تحديات هذه الانطلاقة الخاصة بشوط الإنتاج والمنتجين. كأس ختام المرموم، كأس ختام المرموم في هذه الأمسية. نسير لنذهب مع هذه الأعداد التي تشاركنا في هذا اللقاء، والتي يقارب تعدادها إلى 76 ذلول مشاركة من خلال هذه اللحظات والانتصارات. أسير بحضراتكم إلى المقدمة والشعار اهدي بن بطي بن دميثان الشامسي حيث يبدأ بالتحدي مع سودة. في هذه اللحظات ومع هذه اللي انطلقت ذهبت إلى المركز الأول إلى ناموس هذا الشوط من خلال هذه اللحظات والتحديات. ما شاء الله المقدمة ما شاء الله على صدارة الشوط، المركز الأول، المركز الأول هذه واللي راحت بمقدمة الشوط لهدي بن بطي بن دميثان الشامسي، بينما المركز الثاني، المركز الثاني نذهب إلى تواجد شعار بن عويضان، إلى تواجد شعار بن عويضان بو حمد حيث يتقدم ويذهب بناموس المركز. هذه زعفران محمد بن سهيل بن عويضان العامري حضر في المركز الثاني، بو احمد المركز الثالث. نذهب لنتابع هذه الفاتنه، هذه حشمه، حشمه السعيد بن محمد بن سلطان الشامسي يحتل المركز الثالث. المركز الرابع، المركز الرابع دوشه قادمه، راشد بن سالم بن راشد بن غدير هنا يبدا الان في الصراع نحو اللقب، في الصراع نحو الذهب. المركز الخامس نتابع شعار بالدليله، هذا شعار بالدليله حاضر مع طماعه، مبارك بن حمد بالدليله باللويع العامري. هكذا هي الخماسيه، ها هي خماسيه الكاس، خماسيه الكاس مشاهدين الاعزاء، كاس الانتاج ومليون ونص درهم في انتظار الفايز بالمركز الاول، في انتظار صاحب الكاس، صاحب الكاس وكاس الانتاج. عوده الى عنيده، عوده الى عنيده هي المسيطره حتى هذه اللحظات في المقدمه. ما شاء الله بو سعيد، بو سعيد يسيطر هنا في مقدمة هذا الشوط، هدي بن بطي بن دميثان الشامسي، ولكن دوشة، لكن دوشة سوت هوشة، هذه دوشة. راشد بن سالم بن راشد بن غدير بدأ يتقدم هنا في هذه اللحظات إلى المركز الأول، إلى الكاس، بينما بن منانة، بن منانة حاضر في هذه اللحظات يتابع بأعيانه مراسيل، مراسيل، مراسيل حمدان بن أحمد بن منانة يتقدم إلى الكاس حتى اللحظة، إلى كاس الإنتاج، كاس الإنتاج. بينما المركز الثالث، شوف الحضور، شوف التقدم من بهدي. المركز الرابع وصل بالدليلة، وصل بالدليلة مع طماعة، مع طماعة، مبارك بن حمد بالدليلة العامري. إلى المركز الخامس، هذه الخماسية، هذه الخماسية اللي حاضر، اللي حاضر بن عويضان حاضر، وكذلك بن منانة، وصل بن منانة مع سيوف، مع سيوف سالم بن سعيد بن منانة. هذه الخمس، هذه الخمس مشاهدينا الكرام، لكن الواضح، الواضح بان بانها اللي امامكم، هذه اللي تقدمت، اللي راحت ما شاء الله. عندك يا بن منانة، يا بن منانة حمدان بن احمد بن منانة يقدم لنا مراسيل، يقدم مراسيل هذا الانتاج الفاخر هنا مع مراسيل، مع مراسيل يا بن منانة. المركز الثاني ايضا بن منانة يتقدم مع سيوف، سيوف سالم بن سعيد بن منانة، اخوان نحو الكاس، اخوان على الذهب يتنافسون على كاس ومليون ونص درهم، على الانتظار، على الانتصار، على التحدي بين شعار من شعارات زعبيل
بالمراكز الاوليه ما شاء الله. المركز الثالث، شوف الحضور، شوف اللي حضرت، شوف اللي وصلت في هذه اللحظات ما شاء الله. وصلت العنود، علي بن راشد البريصي المري بالرايه، قادم بالرايه، بن زيتون على المركز الرابع، وكذلك في المركز الخامس. ولكن بن منانة آن أوانه أن ينتزع المركز الأول. يا مشاهدين الأعزاء، انطلقت سيوف، سيوف يا بن منانة، مع سيوف سالم بن سعيد. بن منانة انتزع الناموس، راح إلى الانتصار هناك بالراية في المركز الثاني. ولكن الكاس إلى زعبيل، إلى بن منانة، إلى أبو أحمد سالم بن سعيد بن منانة. تهانينا يا بن منانة، هذه الكاس، كاس الإنتاج، ذهبت إلى زعبيل، لكن حضور. شوف التحدي الأخير، الله يا سلام، بن منانة، حرك يا بن منانة، الجماعة يوق، لكن خلاص، كاس الإنتاج، هي بن منانة، سلام لسعيد بن منانة على الفوز والانتصار، سلام يا زعبيل سلام. هذه السيوف تفوز بكأس ختام دبي لهذا الموسم. المركز الثاني حضرت مشاهدينا الاعزاء الحذر نيام بن حمد بالاسود العامري، بينما المركز الثالث وصلت مزاحمه لمحمد بن عتيج بن زيتون المهيري. المركز الرابع حضور من مراسيل لاحمد بن او حمدان بن احمد بن منانه في المركز الرابع. والمركز الخامس العنود هنا في خامس المراكز. هكذا ايها الحفل الكريم مشاهدينا الاعزاء، اذا الكاس هنا في هذه الامسيه ذهبت الى اهالي زعبيل بالناموس والانتصار الى بن منانه، 7 دقائق 13 ثانيه، 4 اجزاء من الثانيه. تهانينا على هذا الفوز والانتصار، وسلام يا بن منانه، سلام يا اهالي زعبيل، تهانينا كذلك لبن منانه، سعيد بن منانه على هذا الدعم لهذا الشعار والمتابعه. بينما المركز الثاني وصلت ب7 دقائق 14 ثانيه، 7 اجزاء من الثانية، كانت مشاهدينا الاعزاء الشاهينية او الحذرة لنهيان بن حمد بن اسود العامري في مشاركة شيقة وصيفة للكاس. المركز الثالث مزاحمة ب7 دقائق 15 ثانية، 9 اجزاء من الثانية. اللي حضرت في المركز الثالث بشعار محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. مشاهدينا الاعزاء، في هذه المنافسات وهذه التحديات العملاقة التي شهدت من خلال هذا التنافس والتحدي تسليم وتتويج